بفضل التعديلات الجديدة اللي أدخلت على قانون العمل في البرتغال، أصحاب العمل أو أرباب العمل صاروا ممنوع عليهم يرتصون بموظفيهم خارج ساعات العمل الرسمية. البرتغال أصدرت القانون اللي راح يتم في معاقبة المدير وأصحاب العمل اللي يتصلون بموظفيهم خارج ساعات الدوام الرسمي، سواء اتصال أو رسالة نصية، مو فقط معاقبتهم بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة راح تكون بحقهم. كذلك يحق للموظف يطلب مبلغ مال إضافي نتيجة استخدام الإنترنت والكهرباء خلال العمل على البعد لأنه يستهلك في بيته لأجلهم. هذا الخبر أعتقد أنه هو راح يعجب الموظفين والشركات راح يستنكرون عرضه، ولكن اليوم راح نشوف ردود الأفعال اللي كانت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. أولها من إبراهيم: الهدف منه حسب فهمي هو حفظ التوازن بين العمل والبيت، لأنه العمل عن بعد رغم أنه هو مريح إلا أنه جعل مدراء كثيرين يكثرون الطلبات على الموظفين، وهكذا صار العمل من المنزل أطول وأشق من العمل في المكتب. حجانة تقول: عندنا يكلموك خارج وقت دوامك ولو ما رديت ودهم يخصمون عليك. أما QA فيقول: نصيحتي خذ لك جوال وشريحة خاصة بالعمل، من أبسط حقوقك تطفيه إذا خلص دوامك. ريما تقول: يا ليت يتم تطبيقه عندنا بعد، حقيقي الكرف اللي شفته بفترة التدريب كانت من أفظع ما يكون، لدرجة كانوا يطلبون مني أعمال بوقت متأخر من الليل ويتم التواصل حتى بعد انتهاء ساعات العمل. أما تميم يقول: حسب عقد العمل وأنظمته، بعض الوظائف تتطلب عمل إضافي واستجابة للحالات الطارئة، فيجب على الموظف الرد على الاتصال.